يا معلمي تعال شوف هالمصيبة يا معلم. شباب من وين شاري هالتوب؟ ليش شبو؟ مضروب. شو هالحكي هاد مضروب؟ شو مضروب؟ ليش مضروب؟ مانك شايفه كيف منسق؟ العمى ليش هيك؟ من عند انو تاجر مشتري. شو بعرفني من عند انو تاجر اشتريته؟ انا بدي اتذكر لك منين اشتريته هلا. هذا التوب ما بصير نبيع منه ولا تبهدلنا. شوفوا كيف منسق. طيب طيب خلص معناها ما عاد نبيع منه. ضبه ضبه ايمو ايمو يا بيك. شو احسن ما يضل مسدود بخلقتنا وعم نتلبك فيه. ايه وبخاف بالغلط نبيع منه ونتورط مع الزباين. ايه وانت من اهل الخير يا عمي ابو بدر. ولك ايه ما بدها معلم. شو هي اللي ما بدها؟ هذا التوب خلينا نوزعه على الفقراء. لك بريح عليك يا جواد بريح عليك وانت ابوه بريح عليك. خلاص بنوزعه على الفقراء احسن هيك زكات عن عافيتنا وصحتنا وما حدا يدرى انه عم يبيع قمايش منسلي. وينك؟ وزعه انت بمعرفتك وعينك على الدكانه لانه انا واصل مشوار ضروري. وقف. شو في؟ مو انت معلمي؟ بلا معلمك. تاج راسي كمان. تاج راسك وغسل عنك وعلى الكل كمان. ايه ما بيهون علي تطلع هيك مو مرتب. شلون يعني؟ يعني هيك ضبط لي حالك شوي هون. ايه انت بيك. ايه بلا بيك. بيك معلم تاجر قماش بيك انت. لك خلص لا تهمنا انا بحب اطلع بعفتك. التوفيق. العمى حلو عندي. التوفيق. بسحب ابي. ايه وقعت خشبي هالقد وكسرت له رجله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايه ولهلا ما جبرنا له اياها. لك ليش ما جبرتوا له اياها لحديت هلا؟ قديه صلى مكسورة؟ ما في يا معلم ما في. ما في؟ قديه صلى؟ صلى شهر يا معلم. لا حول ولا قوة الا بالله. مشيك لقلك. مشيك هي ورقة جبر له اياها لابوك الله يرضى عليك. مشيك مشيك. امي يا معلم امي. خير شو مع امك كمان؟ وهي عم تساعدني وانا عم بسحب ابي. ايه وقع شباك عليها. واي شباك عليها. ايه وشو كسر فيها؟ كسرت ايدها يا معلم. لك هي امي يا معلم. قوة الا بالله. ايه وشو عملتوا جبرتها ولا لسه؟ منين؟ والله ما في. لا ولا قوة الا بالله. والله العظيم وضعك انت ما بعرف شو بدي اقول لك بيوجع القلب. امسك امسك هي ورقة وجبرها لامك. احكي لك عن خالي شباك. خلصت لك بقى خلصت لك جمال شو ما قنعتني. هلك انت بالعيلة تبعك. خذ امسك لقلك امسك. خود شو في مكسر عنكم؟ شو في مطبش بالعيلة؟ جبرهم وخلصني وريحني ارحمني ولا كثر خيرك يا معلم. لا خلصنا كثر خيرك يا معلم. خلصنا العمى بعيونك العمى. خلصنا عود كن بقى انا واصل مشوار وراجع. ضلي اختي معوضين. تفضل سيد راسي. الله يسلم الايدين. جيب لي هالكرسي لقلك عمرك. هذا دعم مني لالا. لك جواد قلت لي انت متعلم؟ معلوم تاج راسي محسوبك دارس طب اسنان حتى بالعلامه شوف اسناني شو بيض. ها هلا كل واحد اسنانه بيض بيدرس طب اسنان؟ اكيد يا بيك بس انا تركت مشان الفقر والعازه. يعني جواد هلا انت لو كنت كملت كنت صرت حكيم اسنان؟ ايه والله كنت فتحت عيادة كمان بس نصيب. حسبي الله ونعم الوكيل. قديش في مظلومين بهالدنيا. لك جوان شو قولك باللي بيخليك تكمل تعليمك وتفتح عيادة؟ ايه شو رأيك انه ما بتركك على قطع رقبتي؟ انا بدي اترك الرجال اللي وقف معي. لا يا معلم والله عبيت معي. لك يا جوان عبيت لي راسي تمام. مشان هيك بدي سلمك الدكانة من ساسة لراسة. العيونك وهي أمانة كبيرة برقبتي وبكرة شوف الشغل كيف رح يصير معلم. ايه وكل جمعة منبلش منتحاسب. كلامك طابو معلم واعتبر مالك عند حارس أمين إن شاء الله. ايوه ودي رجع دليل الحكي. لأني ما بحب الظلم. الله سبحانه ما بيحب الظلم عمي أبو عصام. والكل الناس بتعرف إنه أب فاروق واحد ندل وخسيس والجبان وما بيتأمن له ومن كل بد هو ورا هالقصة. لا بس انت ما تحكي هالحكي مشان معتز؟ لا عمي ابو عصام مو مشان معتز. صحيح معتز اكل بذنابه بس كل الناس بتعرف انه هو هالاجواء بالسجن ظلم بظلم. تعال وين الدليل؟ عندي. شلون هذا شو بحكي؟ لا ما راح احكي راح خليك تسمع باذنك. هلا عمي ابو عصام. هلا عمي لبان. هلا نمس. هلا والله. شرفتوا. الله يسلمك يا رب. بس لا تقول لك جاي مشان قصه ابو فاروق. ها شيء ايه
لا 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 شبانا شبانا لبان هدي اسمع الحكي ببلاش ومش ما بيقولوا اللي ببلاش كتر منه. بعرف انه الحكي ببلاش بس بيوجع الراس وانا ما بدي اوجع راسي. انت بتعرفني انا مس حقك حقك عليم الله حقك انا اللي بعرفك انت كفو ابضايش بس انت سايسنا اسمع شوي خدنا على قد حالاتنا شباب. عمي لبان انا ما بدي منك شيء وما راح ضرك بشيء وها عمي من الاخر عندك شيء تفيدنا فيه الله يبارك فيك عندك وما بدك كمان الله يبارك فيك. معتز لازم يطلع من السجن ويندقوا هنيك أب فاروق. شو لبان نسيت انه أب فاروق باعك؟ بس وحياتك لا تزعل ما كان باعك لو مانك غالي بس انت اوعك تبيعه كب وكب لانه رخيص. عمي من الاخر معتز ما دخله ولا حدا دخله قصة الطحين كلها براس ابو فاروق. ابو فاروق سرق الطحين والطحين للفرنساوي وكل واحد شارك بهالسرقة أنا شفته شوف عيني. زلمة فاروق إيه بعرفهم واحد واحد. لازم نستعجل بالموضوع قبل ما يحولوه لمعتز على المحكمة. ما هيك عمي أبو عصام؟ مظبوط معي تغلبا بدنا نحكي هذا الحكي نفسه بالمحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. من أنتو؟ اطلع باللي معك احسن لك انت وياه. صلى على النبي يا شباب صلى على النبي. شبكون اللهم صل على النبي. عم قلكم اطلعوا باللي معكم. شوف ابو ضاي روح من هون احسن ما يصير دم. عم قلك ويصير دم اطلعوا باللي معكم. عم قلك احسن لك. ها يا شباب يا شباب اسمعوا قصته للرجال والله العظيم تبكوا عليه حتى اقونا كرمال الله. لك لا تبكي ولا تشكي اطلع باللي معك خلصني يلا. اسمع انت وياه انكم تاخذوا منا شيء ما رح تقدروا كفوا بلاكم عنا من شان الله. أنا رح لك ياها من الآخر أبو ضاي. أنا بنتي مخطوفة ومقايس على الدنيا كلها وعم بفتل بالبراري عم دور عليها. من شان هيك إذا طلعتوا نشامة قدرانين تساعدونا بحطكن على عيني وراسي بس غير هيك كلام رح يصير دم. فهم علي أبو ضاي من شان الله. لوف بالله إنه بنتك مسروقة. أقسم بالله العظيم إنه بنتي مسروقة مني. أقسم بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى انتو السلامة صادق ومضرور كمان. هات عمي هات سمعنا قصتك لنشوف بلكي بنقدر نساعدك. هاني برشاد بعرفهم واحد واحد. تعرفهم منين؟ ايه معلوم انا لما كنت هربان بالليل عند ابو فاروق مشان السندات مثل ما حكيت لك شفتهم عم يقشطوهم الطنابير. أول شي ما عرفته كان من التمين لما كشفوا عن وشه أفرته هيك صدفة الله بدي عترون. معناها لازم نروح على الداخلية وتقول هذا الكلام لحتى يسجلوا عندهم ونلحق معتز قبل ما يحولوه على المحكمة. تمام. شو يا عمي انت قلت لي محامي وحكي عند المحامي شوي داخلية ما ماخلية وكنت تلحشوني خير. لا لا ما في شي ما في شي بس هو لبنك يا شباب وضاي بيعجبك وما رح يقصير. نحن كمان ما رح نقصير. إذا هيك معليش بنروح على الداخلية بس كم طربوش وبيك رح نشوف كم طربوش وبيك. خلص هلا على الطريق فاهمك خلص. لا بدي اياه لحاله. ايه خلص صار مثل رديك تروح على الداخلية مع الخانة ولا ايه روح. انا تيسر الله معك بعدين بشوفك. ماشي عليكم. أهلين بالنمس. عمي قبل حكّة. لك شو طلعت؟ اوعى صدق حكي كلام عدوين لساتني جوا. شلون بقى هاي؟ ما انا اصلا فتت لجوا ظلماً ما بحتانا. بحتانا قلتلي؟ هو ظلماً. بس انت حالي ما عليه. نيال مظلوم عند ربه بري. خليني نام مظلوم ولا نام صالي. دقيله انا. أهلين وسهلين. أهلين عمي أبو النار هيب العقيد. شو إمتى طلعت من الحمل؟ والله يا عمي أبو النار قلت عنيك وأطلع شق عليك ونورجع.
يعني بدك ترجع؟ يعني اسكان داخلي هو. لك خير ان شاء الله، عود اشوف احكي لي شو عم يصير بحاره الضبع وشو صار مع معتز. يا لطيف، اقف يا عقيل، شغله كبيره صايره معه، بس عم نحاول نصغر له اياها ونلاقي له حل ان شاء الله. انت عم تلاقي له حل؟ ايه انا يكن شلون؟ يعني عم فكر وهيك تركني هلا تركني استمخمخ بالموضوع. ايوه ايه معناتها خليك عم تفكر منيحه، مع اني انا بعرفك ما بتفكر بنوم انت، لكن انت روح فكر بزوازي روح. روح انضبان اكفي لنا شرك. شغلي راح افكر يعني ما انا اصلا لازم نتزوج، لان يا عمي ابو النار المتزوج لازم يبوس ايد مرته اول كل شهر او اول كل اسبوع. ايوه واللي ما له متزوج يبوس ايدها كل يوم وش وقفها ويقول الحمد لله. اسمع على الحكم صار عم يقول حكم. لسه ما اسمع ابو الحكم. نعم عمل لي نفسك قيلي حروق ولقيتها البنت الحلال. ليش كنت مضيعها؟ ايه لقيتها. لا قلت لك حروق اعمل لي نفس ارجيله. احروق ابو الحكم حروق اعمل له لفه شعر مثل ما قال لك النبز نبز.